غريب شهيد وحيد ذبيح يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. آه الله أي دم في كربلا سفك لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. سلام على دمك يا أبا عبد الله. وأي خيل ضلال في الطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهك. يوم بحامية الإسلام قد نهضت له حمية دين الله إذ ترك. رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم يدر قوم أية سلك. والناس عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أفك. وقد تحكم بالإسلام طاغية لم أدري أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا. العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودك. لئن جرت لفظة التوحيد في فمه من فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتك. يا قد أصبح الدين يشتكي منه سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا. فما رأى الصبت للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا. يا سفك. وما سمعنا يا عليلا لا علاج له إلا بدم مداويه. إذا هلك بقتله فاح للإسلام نشر هدايا. فكلما ذكرته المسلمون ذكايا في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء
والسككايا شل الإله يدا شمر غدا شل الإله يدي شمر غدا تعالى صدر ابن فاطمة بالسيف قايا يا يا دبركا يا يا فكان ما طبق الأكوان قاطبة من يومه للتلايا قيم أتمان وبكايا الليلة ليلة الوداع ليلة وداع زينب لأبي عبد الله فلنسمع إلى خطاب بين هذين العزيزين والله رحم الله الشاعر حين يقول زينب لفتي أم حسين زينب لفتي أم حسين لا تشنقى بعاب الهم تقله يا ضو عيوني علي من هالفزيع عملتم تعنت ليه للخيمة وتفسر الصخر ونأتها طبت قعدت قباله وعلى الخد هيل دمعتها تقل عليك ظل عمك المظلومة ومصيبتها سولف لي يا ماي العين لا تخفي علي حسين علي من هالفزيع صوبياً وشوف بكثر عج الخيل وادي كربلا غيم أويلي من سمعها حسين سالت دمعته عيونه يقلها خاف اسولف ليج وجهك ينخطف لون تشتلي وتشتل اهل بيتي يا اختي القوم يردونا ولابد من تشوفينا فوق الثرى مقطعينا يا زينب لا تنوحينا عينك عاليتام النار لو شبت بالمخيم تقل الكاتبك يا حسين من هالناس شاوينا يقل لها يا ماي العين كلها انقلبت علينا تقل حمل ضعونك ورد للوطن بينا يقل لها ما يخلوني ونيتهم يجتلوني ولابد من تشوفيني وشيبي يقطر من الدم وشيبي يقطر من الدم وصار يفصلها الحسين والأكبر على الأرض مطروح والأكبر على الأرض مطروح يا اختي عيني تشوفه
وجاسم على الثرى مرمي بدال العرس والحوف، واخوك على النهر نايم ويما مقطعه جفوفه، ويما رايته وجوده وعينه بسهم ممروده، بطل حيلي على زنوده لو شفتيهن بكتره، وجسمه على الثرى مخذم. آه يا زينب يا اختي يا اختي، سهم المثلث بدلالي تشوفينا، سترين سهما مثلثا في قلبي يا زينب يا اختي، سهم المثلث بدلالي تشوفينا، وعبد الله الطفل يا اختي بدم نحره توقينا، ولو شفت الشمر يمي بعدي ولا تحاجينا، تراهي قطع بنحري. أيوا حسينا وإمام وإماما، تراهي قطع بنحري ويتربع على صدري، يا زينب عيني وصبري، ولمن يحكم الباري هو بحالنا أرحم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. على محبة الشهيد أفلح من صلى على محمد وآل محمد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الكلمة ربنا الله خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، ثقيلة المحتوى. ربنا الله يعني آمنت بالله، آمنت بصفاته، آمنت بأنبيائه، آمنت بحججه، آمنت بيوم الدين، وأنا أستعد لألتزم بأحكامه عز وجل. هاي كلمة ربنا الله. الذين يقولونها ثم استقاموا ويستقيمون عليها، ونحن نعلم أن فعل الشيء، الاستقامة على العمل أشد من العمل. يعني شخص ممكن مثلا أن يتوفق لصلاة الليل مرة، ولكن أن يستمر على صلاة الليل أمر أصعب. شخص ممكن يصدق مرة، ولكن أن يبقى صادقا مدى حياته أمر أصعب. لذا الله تعالى يطلب الاستقامة، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لكن ما هي هذه الاستقامة؟ الإمام رضا عليه السلام يروى عنه أنها ما أنتم عليه، يعني الولاية. الولاية لأهل البيت عليهم السلام هي الاستقامة، وهي التي تتناسب مع كلمة ربنا الله. اربط معي بين الآية وبين كلام للإمام الحسين عليه السلام عندما خطب في أصحابه، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، ما معرفة الله؟ فقال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعة
طاعته. فمعرفة الإمام معرفة الله سبحانه وتعالى، والولاية لأهل البيت والثبات على الولاية هي الثبات على كلمة التوحيد، الكلمة الحقيقية، المعنى الحقيقي لكلمة التوحيد ربنا الله. جزاء هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ تفسير يقول تتنزل عند الموت، يعني بتجي تبشر المؤمنين وقت الموت، وقت الرحيل من هذه الدنيا. تفسير آخر عند الموت وفي القبر ويوم القيامة يأتون يبشرون المؤمنين. وتفسير ثالث لا، يأتون حتى في الدنيا، يعني الآن إن شاء الله يأتون إليكم حتى في الدنيا، وباستمرار الملائكة تأتي تبشر المؤمنين. لكن الفرق أن في الآخرة الأمر أوضح وأجلى، أما الآن فنحن لا نعلم، يعني ما بنسمع الملك عم يتكلم معنا، وإن كان هو عم يتكلم ويلهمنا هذه المعاني التي ستأتي معنا، فبيكون هذا النوع من اللطف الإلهي، يلطف الله سبحانه وتعالى بنا وتشحن أرواحنا بطاقات إيجابية من خلال كلام الملائكة معنا، من خلال إلهام الملائكة. ألا تخافوا ولا تحزنوا. ألا تخافوا من ماذا؟ مما أمامكم. الإنسان يخاف من المستقبل، فهؤلاء يخافون ماذا سيحكم علي الله سبحانه وتعالى، ماذا سيحصل بي، هل سأستطيع أن أجيب منكرا ونكيرا وقت المساءلة، ماذا سيقول الله تعالى يوم القيامة، خذوه إلى الجنة أم خذوه إلى النار. هذه كل أمور مخيفة يخافون. يقول الملك لا تخاف، بعد أنت انتهى الخوف عندك، أبشر. لا تخافوا ولا تحزنوا. نحزن على ماذا؟ المؤمن يحزن على ما فات، يعني مثلا ما فاته من الثواب، فرص كثيرة مرت علي وأنا فاتني ثواب أحزن عليها، أو أحزن على المعاصي. تجي الملائكة تبشرني أنه الآن أنت خلاص بس تموت، بعد لا تخاف، أنت سيرحمك الله، الله عز وجل سيعطف عليك ولن يعذبك. أو لا، أحزن على من تركت في الدنيا، على أولادي، أفلاذ أكبادي، وصعب فراق الأحبة، صعب فراق الأولاد. يقولون لا تخف، لا تحزن، إنهم هم مربوبون لله، والله سبحانه وتعالى سيحفظهم، سيحفظهم لك. ألا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هاي الجنة للقرآن ما زال يكرر ذكرها، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أنت ستدخلها أيها المؤمن. شرط ذلك أن نقول ربنا الله وأن نستقيم. الليلة أصحاب الحسين عليهم السلام هم رمز الاستقامة، لأن إمامنا أبا عبد الله عصر هذا اليوم، مساء هذا اليوم قبل المغرب، الإمام محتبيا بسيفه أمام معسكره، وإذا به يخفق خفقه فيرى رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول له إنك صائر إلينا عن قريب، اقتربت شهادتك يا أبا عبد الله. الآن بهذا الوقت عمر بن سعد لعنه الله قرر أنه سنزحف إلى الحسين ورح تبدأ المعركة، فزحف، سمعت زينب عليها السلام أصوات الرجال، أصوات الجنود، جاءت إلى أبي عبد الله تقول له، فوكل أبا الفضل العباس قال اركب بنفسي أنت. قبل ما كفي هاي كلمة عظيمة، اركب بنفسي أنت، يعني أبا الفضل أنا أفديك، أفديك نفسي. شوف عظمة أبا الفضل، شوف عصمة أبا الفضل المعصوم، يقول أنا أفدي نفسي لك، بأبي أنت وأمي يا باب الحوائج، اركب بنفسي أنت حتى تلقاهم واسألهم عما جاءهم وما الذي يريدون. راح العباس ومعه 20 فارسا، التقى بالعدو، ما الأمر؟ قالوا له جاء الحكم، جاء الأمر من الأمير، يقول إما أن تنزلوا على حكمه أو القتال.
فرجع العباس عليه السلام إلى الإمام الحسين، أخبره بالخبر، قال عليه السلام: ارجع إليهم واستمهلهم هذه العشية إلى غد. ليش أبا عبد الله؟ ما الذي تريده؟ على الأكيد في أمرين. أمر الأول، الخطة المرسومة للإمام الحسين، خطة الشهادة، لابد أن تتم في العاشر من المحرم. التاسع ما بتتم هناك الخطة، بدها تتم بالعاشر. واحد واثنين، للعلة التي يذكرها: لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. إذن الليلة كما تفضل سماحة الشيخ ليلة شو؟ أعمال، ليلة عبادة. هاي الليلة أصحاب الحسين عليهم السلام لهم دوي كدوي النحل، بين قائم وقاعد وراكع وساجد وتال للقرآن ومستغفر وداعي، عم يدعو الله سبحانه وتعالى. نعم، الآن الإمام الحسين بلغ أبو الفضل الرسالة، أبو الفضل عاد إلى القوم أخبرهم، فتحير عمر بن سعد: أيمهل الحسين ليلة أم لا؟ فقال له شبث بن ربعي وكذلك عمرو بن الحجاج، قالوا: اسمح له وأعطيه ليلة. فأعطاه ليلة أخيرة للإمام عليه السلام. هنا الإمام جمع أصحابه، هون الامتحان الأخير الأخير. شوف، الإمام الحسين خرج من المدينة لمكة، مكة المفروض كان يروح على الكوفة حسب الظاهر، طبعا انتهى بكربلة حسب الواقع، وهو يعلم أنه بالأخير واصل على كربلة. في الطريق معه الآلاف، ولكن تفرقوا عنه لما علموا أن نهضته نهضة شهادة، نهضة دماء. هم يظنون أنها نهضة ناجحة عسكريا إذا صح التعبير، وكل واحد منهم ممكن يطلع له منصب. لاحظوا، لا، المسألة مسألة الدم. إذن تفرقوا عنه، لم يبق معه إلا من خرج من المدينة. نعم، انضم إليه بعض الأنصار مثل زهير وغيرهم قبل ذلك أو بعد ذلك. المهم، لما وصل إلى كربلاء بما يقرب من 72 صحابيا، هودي جمعهم وجمع أهل بيته وخطب فيهم. في تلك الخطبة يقول كلمته المشهورة: أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا. ضمن الخطبة قال: هذا الليل قد غشيكم، فاتخذوه جمالا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا، فإن القوم يطلبونني، وإذا أصابوني ذهلوا عن غيري. هذا كان الامتحان الأخير. وقفت تلك النفوس العظيمة، أول من تكلم أبو الفضل والإباء عليه السلام، قال: ولما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك، لا أرانا الله ذلك أبدا. وتكلم بنو هاشم بنفس الكلمة. الآن الأنصار صاروا يتكلموا. زهير يقول له: أنا وددت أن أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، يعني الله بينشرني يبعثني، يفعل بي ذلك 1000 مرة، ويدفع الله تعالى القتل عنك وعن فتياني وعن الفتيان من أهل بيتك، عن هؤلاء الفتيان من أهل بيتك. كل واحد منهم تكلم بما يقرب من هذا الكلام، صمدوا مع إمامهم، هم أصحاب الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هم من أبرز أمثلتها. نعم، بشير الحضرمي بيجي خبر أن ابنك مأسور، أسير وين؟ في الري، في ثغر الري. الإمام يقول له: اذهب روح، أنت في حل، فيك تروح وعمل في فكاك ابنك. يقول: أكلتني السباع حيا إن فعلت ذلك. أصحاب الوفاء، أصحاب الوفاء. الإمام لما رأى هذه النوايا
قام بمعجزة في تلك الليلة، أراهم منازلهم في الجنة كما فعل موسى عليه السلام مع سحرة فرعون. هذا ينص عليه المقرم في مقتله. موسى لما آمنت السحرة وصار فرعون يريد قتلها، موسى أراهم منازلهم، وما ذلك على الله بعزيز ولا على حجته بعزيز، وقال لهم، أظهر لهم القضاء، قال غدا أقتل وتقتلون كلكم معي، كلكم حتى القاسم وحتى عبد الله الرضيع إلا زين العابدين فإن الله لم يقطع ذريتي منه. هالليلة ليلة الوداع فازوا بهذا الامتحان. ترى النساء سلام الله عليهن يودعن أحبابهن كأني بليلة عند علي الأكبر، وبرملة طبعا عند القاسم، وبزينب عليها السلام عند الحسين والعباس. بس زينب ستفقد الكل غدا عند الجميع بأبيه وأمي. السؤال، أصحاب الحسين أصحاب الاستقامة، ماذا عن غد؟ غدا يوم العاشر، بعد العاشر ماذا؟ ماذا يحصل في حياتنا؟ نعود إلى ما كنا عليه أم نسعى للتغير؟ إحنا قلنا كلنا ننادي ماذا؟ ننادي لبيك يا حسين، شك؟ لبيك يا حسين، هاي الكلمة العظيمة، لبيك يا حسين شو معناتها؟ يعني أنا يا حسين معك. الحسين إمام الصلاة. لبيك يا حسين يعني أنا أصلي 5 مرات في اليوم، أنا ألتزم بالصلاة، أنا ألتزم بالصيام، آمر بالمعروف، أنهى عن المنكر، لا أكذب، لا أغتاب، لا أرقص، لا أفعل المحرمات. هيدي معناتها لبيك يا حسين. ماذا عن بعد غد؟ هل نعود إلى بيوتنا ونراكم في محرم الآتي وعليكم خير؟ أم نسعى للتغير؟ أم نسعى حتى نكون واقعا ثابتين حسينيين؟ يعني مو معصوم، من أني حتى أتكلم؟ أول شخص ينبغي أن يذم من قبل نفسي، كل إنسان بذم نفسه، كل إنسان بحاسب نفسه. بس إذا أردنا أن نكون حسينيين مستقيمين، من نسعى ونحن أمام فتن، أمام بلايا، أمام امتحانات. الإمام الصادق حذر من آخر الزمان قبل ظهور المهدي، ونحن شو عم نقترب، كل نفس نتنفسه عم نقترب من يوم الظهور، والله أعلم متى يكون، قد يكون بعد سنة، قبل سنة، أو بعد 1000 سنة، ما بنعرف، لكن المتيقن أنه سيظهر. فنحن نقترب شيئا فشيئا من إمامنا المنتظر. قبل الظهور شو بيقلنا الإمام الصادق؟ ستكفؤون كما تكفأ السفينة بأهلها. بده يكون في امتحانات، زلازل شديدة. من الرح يصمد؟ من الذي دخل في حسين في سفينة الحسين؟ تلك السفينة كل السفن بتغرق، بس سفينة الحسين تشق اللجاج، أبدا ما بتغرق. سفينة الأمان، بس سفينة الأمان ما بنركبها فقط بعشرة محرم، لا، سفينة الأمان نركبها طول العام، نبقى فيها. هذا السؤال، سنبقى فيها أم سنخرج؟ رح ننط من السفينة وسنغرق. إمامنا الصادق عليه السلام، بس كمثال عم جيب هالحديث، يقول قبل ظهور المهدي تخرج 12 راية لا يدرى أي من أي، لا يدرى أي من أي، يعني بيكون في اشتباه، مو واضحة هي الراية إلى ماذا تدعو وما هي، بتختلط الرايات بين بعضها. الراوي يبكي يبكي، الإمام يقول له ليش؟ ليش عم تبكي؟ يقول أنت قلت لا يدرى أي من أي، تكون مشتبهة، كيف سنعلم من هو المهدي عندما يظهر؟ وإذا بفتحة في الدار، من هالفتحة طالع الشمس، عم تشع الشمس، يقول تنظر إلى هذا، شايف هالشمس؟ أمرنا أبين وأوضح من هذه الشمس. يعني إذا ظهر الحجة
فأمره أوضح من أن يخفى على أحد، عجل الله تعالى فرجه الشريف. القضية، السؤال، هل سنبقى مستقيمين إلى أن يظهر؟ هل رح نبقى ملتزمين إلى أن يظهر؟ هنا الإمام الصادق يحذرنا، يقول: أكثروا من قول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لا تأمنوا الزيغ، نهي، يعني ما تفتكروا حالكم إنه والله أنتم خلاص أنتم لا تضلون، لا، كلنا عرضة للضلالة والفتن تزداد إلى وقت الظهور. إذن دائما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ويعلمنا الإمام دعاء هو نفس مضمون الآية، اسمه دعاء الغريق، يقول: لا ينجو بهذا الزمن، زمن الغيب، إلا من دعا بذلك الدعاء: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. هذا لازم يكون دائما دعائنا حتى نكون مستقيمين على طريق أبي عبد الله. نعود إلى الحوراء عليها السلام، ليلة الوداع، ليلة المصائب. الإمام زين العابدين يقول: الليلة زينب عليه السلام بجنبه، وإذا بالإمام الحسين هو يصلح سيفه ويردد أبيات من الشعر: يا دهر، أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب أو طالب قتيلي، إلى آخر الأبيات، رددها الإمام مرتين ثلاثة. الإمام السجاد يقول: أنا فهمتها وخنقتني العبرة، بس لزمت السكوت وعلمت أن البلاء قد نزل، يعني اقتربت شهادة أبي عبد الله. يقول: لكن عمتي زينب لا، أخذت تجر ذيلها وذهبت إلى أبي عبد الله سلام الله عليه. مما قالت له؟ قالت: واثكلاه، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن، اليوم مات أخي الحسن، يا خليفة الماضي ويا ثمال الباقي. عم تندب أخاها، ليش؟ لأن وجود الحسين يعني وجود الخمسة من أهل الكساء، وذهاب الحسين يعني ذهاب الخمسة. لذلك تقول له هو واقعا: يوم عاشوراء يوم فقدتكم جميعا يا أبا عبد الله. يوم عاشوراء ذاك المصاب، الإمام صبرها: أخي تعزئي بعزاء الله، جرب يصبرها. قالت: أفتغصب نفسك اغتصابا، يعني أنت تسلم نفسك إلى القاتل. فذاك أقرح لقلبي وأشد على نفسي. وجاءت النسوة بكين مع زينب، لطمت النساء أمام الحسين. البعض بيتعجب: زينب تلطم؟ إيه زينب تلطم، الحوراء جبل الصبر، تلطم، ولا بد أن تلطم على الحسين. أيعقل أن تراه بالكيفية اللي بتعرفوها وغدا تسمعونها وتبقى صامدة زينب عليها السلام؟ تقول: رحمك الله يا أبا عبد الله، يعقل ذلك؟ لا. فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى عليه بالرداء تظلل. هاي الأبيات يقال تنسب إلى الزهراء، الشاعر ما عرف كيف يوصف بنات الزهراء بعد مقتل الحسين، جاءته بالمنام تروي له هذا الشعر. فواحدة تبكي عليه تضمه، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل. نعم، إلى أن تقول: وأخرى لما دهاها أو مما دهاها ليست تعقل. حالتهن حالة مشجية تقطع القلوب. لذا بكين، لطمنا على أبي عبد الله بهالليلة، ليلة الوداع، ليلة المصيبة العظيمة. هاي الليلة، هذا اليوم الآتي، يوم عاشوراء، يوم المأتم، يوم البكاء، أئمتنا يبكون فيه. إمامنا الصادق يدخل عليه أحد الأصحاب يراه بهيئة غريبة عجيبة، دموعه تتناثر. نعم، هو في مصيبة شديدة. يقول له: أفي غفلة أنت؟
يروي له ماذا جرى بيوم عاشوراء. هذا اليوم يوم المصاب. إمامنا الرضا عليه السلام يخبرنا من جعل يوم عاشوراء، من كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه، يوم بكائه، كان يوم القيامة يوم سروره، وقرت عينه بنا. إذا غدا نعطل الأعمال، نعطل كل شيء إلا مأتم الحسين عليه السلام. غدا تلهج ألسنتنا بذكر يا حسين. رددوا معي: يا حسين، يا مظلوم، يا غريب، يا شهيد. هذا الحبيب الطيب الذي بكته الأنبياء، موسى بكى عليه وعيسى بكى عليه، نعم آدم وجبريل عندهما حوار. أختم لك بهاي القصة وندخل بالمصيبة. آدم عليه السلام ينظر إلى ساق العرش، يرى أسماء النبي والأئمة، يأتي جبريل يلقنه يقول: قل يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن وبحق الحسين، بحق الحسن والحسين، ومنك الإحسان. يرددها آدم وإذا بقلبه ينخشع ينكسر. وين؟ عند ذكر الحسين. دموعه تجري. يسأل جبريل عليه السلام يقول: يا أخي جبرائيل، في ذكر الخامس ينكسر قلبي وتسيل عبرتي. قال جبريل: ولدك هذا يصاب بمصيبة تصغر عندها المصائب. قال له آدم عليه السلام: يا أخي ما هي؟ شوف الآن جبريل هو يروي المقتل، يقول له: يقتل عطشانا، غريبا، وحيدا، فريدا، ليس له ناصر ولا معين. ولو تراه يا آدم وهو يقول: وعطشاه وقلة ناصرا، حتى يحول العطش بينه وبين السماء كالدخان. يعني الإمام بعد لا يرى السماء من شدة عطشه. آه، فلم يجبه أحد إلا السيوف وشرب الحتوف، فيذبح ذبح الشاة من قفا، وينهب رحله أعداؤه، وتشهر رؤوسهم هو وأنصاره في البلدان، ومعهم النسوان، كذلك سبق في علم الواحد المنان. ثم بكى آدم وجبريل بكاء الثكلى على أبي عبد الله. إذن لنذهب إلى يوم عاشوراء وننظر إلى مصيبة إمامنا في هذه الليلة، تلك المصيبة التي تمزق القلوب ومزقت قلب ابن العسكري صاحب الزمان. عظم الله لك لأجر سيدي في هذه الليلة الحزينة. نعم، بعد مقتل أبي الفضل العباس صاح إمامنا الحسين بأعلى صوته: هل من ذاب عن حرمي رسول الله؟ هل من موحد لا يخاف الله في لا هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا؟ هنا قام العليل، قام زين العابدين يجر سيفه ومعه عصا. لما نظر إليه أبو عبد الله صاحب أم كلثوم: أخي احبسيه لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد. هذا وأم كلثوم تنادي خلفه: يا بني ارجع. والله طلع زين العباد لنصرة حسين،
نادى الصبت حين شافت العين يم كلثوم رديه للصواوين والله أخاف أن ينشتل وتضيع الأحكام. قامت عمته ورادت تلزمايا صاحب صوت خليني يا عمايا أذب اليوم عن وجه أبو اليمة وحيدة وحاطته قامت الظلام. نعم في رواية ردته وفي رواية جاء الحسين احتمله وجرى حديث مشج بين الحسين وزين العابدين. قال له الإمام يا ولدي ما تريد أن تصنع؟ قال يا أباه إن نداءك قد قطع نياط قلبي وهيج ساكن لبي أريد أن أفديك. قال له الإمام يا ولدي أنت الحجة وأنت الإمام على شيعتي وأنت أبو الأئمة وكافل الأيتام والمتكفل للأرامل وأنت الراد لحرمي إلى المدينة وكأني بك يا ولدي أسير ذليل مغلولة يداك موثوقة رجلاك. فقال الإمام يا أبتاه أتقتل وأنا أنظر إليك؟ ليت الموت أعدمني الحياة روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقاء. يا بويا حسين وانت تظل مطروح واحنا نفارقك وبجسمك جروح والله من بعدك عسنها إن عدمت الروح. يا بويا وتظل بعدك سود الأيام والله وتظل بعدك سود الأيام رده الإمام إلى الخيمة. هنا جاء الحسين عليه السلام، جاءت زينب والرباب بعبد الله الرضيع أعطوه للإمام. هذا وزينب تقول له يا أخي خذ طفلك، أعطته الرضيع العطشان. الرباب عليها السلام لا تستطيع أن ترضعه لأنها عطشة وعبد الله يتلظى من العطش. أخذه الحسين حتى يودعه وضعه في حجره. أيوا ويلاه، هذا والحسين يقبله ويقول له بعدا لهؤلاء القوم إذا كان جدك المصطفى خصمهم. ثم أخذه الحسين إلى الميدان. آجركم الله، انظروا إلى هذا الرضيع أمامكم، انظروا إلى براءة الطفولة. هل يجرؤ أحد أن يؤذي هذا الرضيع؟ ارفعوه رحمكم الله، ارفعوه. انظروا إلى هذا الرضيع،
هل يجرؤ أحد أن يناله بأذى؟ أنا بس بدي أسأل أبا عبد الله، لماذا لم يرحم رضيعك يا حسين؟ أخذ الإمام عبد الله إلى الميدان، قال يا قوم قد قتلتم إخوتي وأولادي وأنصاري ولم يبقى وما بقي غير هذا الطفل وهو يتلظى عطشا من غير ذنب، أتاه إليكم فاسقوه شربة من الماء. فاختلف القوم بينهم، بعضهم قالوا اسقوه لا ذنب له، وبعضهم قالوا اقتلوه لا تبقوا من أهل هذا البيت باقية، آجركم الله. فنادى اللعين عمر بن سعد ويلك يا حرملة اقطع نزاع القوم. قال حرملة ماذا أصنع؟ قال ارمي الطفل بسهم. يقول حرملة أخذت سهمي وضعته في قوسي ولكن ما استطعت أن أرميه لأني لا أرى أين أرمي الرضيع، وإذا بريح كشفت عنق الرضيع يقول إذا بها تلمع كإبريق فضة، فرميته بسهمي فذبحته من الوريد إلى الوريد. فصار عبد الله يرجف كالطفل كالطير المذبوح. هذا وأخرج يديه اعتنق أبا عبد الله الحسين، قلب الحسين مشلوع مشلوع. أبا عبد الله وضع يده تحت نحر الرضيع، امتلأت كفه بالدم، رماها إلى السماء. يقول مولانا الباقر لم تسقط قطرة، يعني الله يقول قبلنا فداءك يا حسين. هذا وقال الإمام هون ما نزل بي أنه بعين الله، اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح. والله تلقى حسين دم الطفل بيده، اش حالا ينشتل بحضنه ولده. والله سال وترس كفاه من وريده، والله وذبن السماء وللأرض ماخر. شلون حسين يوم الطفل عنده؟ والله عبد الله نذبح من فوق زنده، على خد الطفل سالت دمعته. والله شي يقل لعمته شي يعتذر لاخته. اخذه الحسين عليه السلام، قصد مولانا الخيمة، ولكن الحسين متحير، ماذا يقول لزينب؟ ماذا يقول للرباب وهي تنتظر ولدها؟ ماذا يقول لأخت سكينة؟ لذا يقال سبع مرات الإمام يروح ويجي ما يدري ماذا يقول لهم. حتى جاءته سكينة
قالت أبا يا حسين لعلك سقيت أخي الماء وجئتنا ببقيته. قال لها بنية خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. رحم الله من نادى وعبد الله رحم الله من نادى وحسينا بويا يا بويا الطفل للما يخذته والله بسهم العدى مذبوح جبته شنو الذنب خويا العملته آه والما حاضر ما شربته يا بو يا الطفل عني ضغطي غطي الطفل أبا عبد الله مالي قلب بالعين أصد لي أشوف ذبيح وما درج لي هذا الخفيت من طحت بيه جاءوا بالرضيع إلى الرباب أويلي على الرباب لما نظرت إليه والسهم مشكوك في نحره صاحت وولداه صيح مع الرباب وعبد الله آه ردوك يا بني بسهم مفتوم يا لرحية عن الماء محروم بعدك لا حرم لذة النوم واصبغ يا عقلي سود الهدوم والله وابجي عليك بقلب مالوم جاءت النسوة ارتفعت أصواتنا بالبكاء جاءت أم كلثوم وضعت نحر الرضيع على نحرها وضعت صدره على صدرها نادت ومحمدا وعليا يعني كأنها تقول يا جدا يا أبتاه أين أنتم عنا في هذا اليوم ماذا لقينا بعدكما من الأعداء ولهفتا على طفل مخضب بدمه وأسفاه على رضيع فطم بسهام الأعداء يا سعد الله قلبا للرباب فقد رماه حرملة سهما فرداه قد كان في جيد عبد الله موقعه وفي حشى أمه قد كان مجراه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله اللهم عجل فرج صاحب الزمان سهل مخرجه أوسع منهجه اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اغفر لنا ذنوبنا استر لنا عيوبنا اللهم اجعل يوم القيامة يوم سرورنا بلقاء أبي عبد الله الحسين
اللهم شفع أهل البيت فينا، اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة، اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا الله، اللهم اقضي حاجة كل محتاج لا سيما من سألنا الدعاء بحق عبد الله الرضيع بحق النحر المذبوح، اللهم اقض حاجة الجميع يا الله، اللهم وفقنا لخدمة أبي عبد الله، ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، اجعلنا من ركاب سفينة الحسين يا الله، اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نعوذ بك من العديلة عند الموت، اللهم شافي جميع المرضى، مرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما المرضى المخصوصين المعنيين. نقرأ الآية الشريفة داعين لهم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا الله، اللهم شافي وعافي كل مريض بحق مريضي كربلاء زين العابدين، اللهم ارحم أمواتنا أموات الحاضرين أموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما المنسيين ومن لا يذكرهم ذاكر، وارحم الحاج حبيب كوكر، وارحم الشهداء الذين يسقطون دفاعا عن ولاية أهل البيت عليهم السلام، شهداء الولاية يا الله، نهدي ثواب مجلسنا هذا لمريضين مخصوصين، اللهم شافهما وعافهما بشفائك، ونهديه أيضا إلى المؤمنين والمؤمنات عموما إلى أرواحهم، رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.